لا هو بالتأكيد احنا كنا خلال السنوات الماضية في تدبير الفجوة الدولارية كنا بنعتمد على ان احنا ننزل الأسواق الدولية، كنا دايما بننزل الأسواق الدولية من 3 إلى 8 مليار دولار في السنة، وكمان كان بيبقى عندنا بالإضافة لكده التسهيلات الائتمانية اللي بتجيلنا من المؤسسات المالية الدولية زي صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو البنك التنمية الأفريقي وخلافه، كل ده كان بيحاول يسد الفجوة. لكن طبعا يعني الفجوة خلال السنين الأخيرة تزايدت بقوة، بالإضافة إلى أنه لازم يعني لما نحلل الأرقام في أرقام مهمة جدا، أن يعني قبل يناير 2022 احنا كانت فاتورة الاستيراد بتاعتنا في حدود 6 الى 7 او 6 6 ونص مليار دولار في الشهر. اللي حصل انه مع بداية الموجة التضخمية فاسعار المواد البترولية تضاعفت والقمح تضاعف والذرة تضاعف وزيت الطعام وكل حاجة اتضربت في 2 وفي 3، فالفاتورة الشهرية ارتفعت بقت من 9 الى 10 مليار دولار. في نفس الوقت مع الموجة التضخمية دي بدأ حالة التشديد في السياسات النقدية اللي هي ارتفاع أسعار الفايدة، فارتفعت تكلفة التمويل بصورة فظيعة جدا، وبدأت الأسواق تبقى عندها مشكلة، واتجهت الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة. إحنا تعرضنا لده، فخرج من مصر في خلال مدة صغيرة جدا عدة أشهر بسيطة 23 مليار دولار، اللي هو الاموال اللي هي بنسميها الساخنه او الهوت ماني، بالاضافه الى ان فاتوره الاستيراد اتضاعفت، فبقى عندي ضغوط متمثله في فاتوره الاستيراد ده ضعفت، وخروج هذا الكم من الاموال في وقت صغير، بالاضافه الى الاسواق الدوليه اصبحت في وضع ما بيسمحش بيه الدخول ليها، كل ده ضغط على العملة المصرية وبدأ يعني هذا الوضع. يعني أنا بحاول أن أنا أدي صورة لما حدث بعد ذلك. يعني شكرا جزيلا.